ثواني بس، عشان انا سمعت جملة الشارع الرياضي التونسي غضب بسبب استبعاد المعز حسن من المنتخب التونسي، هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده حقيقي؟ مين اللي معترض على عدم انضمام المعز حسن للمنتخب التونسي؟ يا جماعة ده حارس سيء، ده حارس فاشل، ده حارس غير جدير بان هو يكون موجود في حراسة مرمى منتخب تونس. ده من افضل الحاجات اللي عملها منذ الاجبار هو انه استبعد الحارس ده. اه والله بجد، يعني الناس كلها قاعدة تقول ايمن دحمان، ايمن الراجل راح ضم ايمن دحمان. لا، في مشكلة بقى، الحارس معز حسن عنده العلاقات وعنده صحفيين وعنده ظهير شعبي قوي يدافع عنه، فمعنى كده ان الناس تبدأ تخبط في منزل الكباير، معنى كده ان في ناس هتقول ان المعز حسن قيمة ثابتة. معز حسن مين اللي قيمة ثابتة؟ مجانين انتوا، معز حسن ايه اللي قيمة ثابتة؟ انتوا بتقولوا ايه؟ تونس بتلعب من غير حارس اساسا، تقول لي قيمة ثابتة؟ ده الحاجة الوحيدة اللي عملها صح في القايمة انه ما خدش المعز حسن وانه جاب ثلاث حراس جداد، وطلع يقول في الاعلام ان انا اتظلمت وازاي ابقى حارس رقم واحد وبعدها ابقى الحارس رقم خمسه، قرار عدم انضمامي ده قرار اداري وغير فني. اداري ايه وفني ايه؟ انت بتتكلم في ايه اساسا يا ابني حبيبي؟ بس الصراحه النهارده ده كله كفه، وخناقه منذ الكباير مع الصحفي كفه تانية، لان منذ الكباير في الخناقه بتاعته مع الصحفي بتقول ان الراجل ده غير جدير اساسا من فكره ان هو يدير منتخب تونس. نسمع مع بعض ونفهم ليه. المشكله ان منذ الكباير عنده مشكله كبيره جدا، وهو انه مش كاريزماتيك، مش محبوب من الاعلام، ومش عنده سي في قوي. فالسي في القوي والراجل اللي عنده كاريزما دول ممكن يكونوا شويه بيشدوا الاعلام التونسي، انك يكون عندك تاريخ ويكون عندك خبرات ويكون عندك سي في عظيم يحترموك. انما انت مدير فني ما عندكش سي في قوي وما عندكش ظهير اعلامي قوي وما عندكش علاقات قويه، معنى كده ان الاعلام التونسي هينفخك، والاعلام التونسي زي الاعلام المصري، موضوع الحياد وموضوع ان هم بيتكلموا في الحق، ولا هم كلها موضوع مصالح. هم عندهم مشكله مع وديع الجري فبيخبطوا في منذ الكبير عشان خاطر معروف ان منذ الكبير موجود عشان هو حبيب وديع الجري بس، لا اكتر ولا اقل. بيطلعوا مشاكلهم مع رئيس اتحاد الكوره او رئيس الجمعيه على المدير الفني بتاع منتخب تونس. فبسم الله ما شاء الله، يعني مستوى الانحدار عندهم زي عندنا بالظبط. انت فعلا متوتر، انت باين قوي ان انت متوتر، باين قوي ان في ضغط الشارع عليك واستقاله المساعد بتاعك قلبين الدنيا عليك، واضح جدا المنتخب التونسي في مشاكل وفي فعلا ايادي خفيه بتلعب ورا منذ الكباير. منذ الكباير ممكن يكون واحد مجرد عروسه واللي بيدير من وراه وديع الجري، وعادي جدا بتحصل كتير في عالمنا العربي الجميل. انت متوتر. الصحفي زنق وعايزه يتكلم على خطه وعايزه يتكلم على تكتيك، تكتيكي يعني منزل ملوش في الحاجات دي، عيب اللي انت بتقوله ده. ده حقيقي من حق ان هو يسال على طريقه اللعب. لا حاجه باينه، لا ايه، انت بتلعب، هو انت ما كنتش رايح مرشح لاي حاجه، فانك توصل لفاينل حاجه كويسه، بس مش حاجه كويسه انك تعك تكتيكيا ومطالب ان الناس تقول ان كويس ان تونس وصل لفاينل بس. لا لا، انت فاهم غلط خالص. لا لا، دي بقى مشكلتك انت، انك مدرب وطني، انك بتسمع كتير للاعلام، وانت بتسمع كتير للاعلام ورئيس الجمعيه بيساندك، ده معناه انك عندك خلل في شخصيتك، لان الراجل بيساندك غصب عن الجمهور التونسي والاعلام التونسي واي حد بيفهم كوره في تونس، فانت انك تسمع كلام الاعلام التونسي وتزعل، ده معناه انك عندك مشكله، لان مين صاحب قرار اقاله منذ الكباير؟ وديع الجري. وديع الجري هو اللي بيدعمك، انت خايف من ايه؟ سيبهم يقولوا اللي هم عايزينه.
انت مش عارف ترد عليهم رد قوي يفهمهم، يبقى انت برضه عندك مشكله فنيا ملط، عندك مشاكل تكتيكيه كتير، عندك مشاكل في الشخصيه كتير، حتى في الاجتماعات وفي التصريحات عندك كمان مشكله. فانت بسم الله ما شاء الله من مجاميعه. ده مورينيو فضل عايش على قصه المؤتمرات الصحفيه دي فتره طويله جدا، كان بيعق في الملعب بس مؤتمرات صحفيه برنس. انت بقى اللي مفيش فينا تعمل شيء نهائي. هلا ما يحضر ولا ما يحضرش، انت فارق معاك في ايه؟ انت كده كده مستمر، انت كده كده مكمل، كده كده محدش يقدر يشيلك، فانت عندك مشكله في ايه؟ من غير توتر. لما صحفي يعرف ان المدرب بتاع المنتخب بتوتر من الاسئله دي مصيبه، انت لازم تكون بارد. انت مش شايف كارلوس كوريش عندنا بيتعامل ازاي؟ طارق حامد ومش طارق حامد والاعلام كلهم، الراجل منع الكاميرات ومنع ان حد يقول له انت بتعمل ايه؟ انت بقى لا عايز تطلع وتدافع عن نفسك وتقول وتسوي، وانت ما عندكش كاريزما انك تخفي الحقائق. يعني في حقائق الناس كلها عارفاها، انك مدير فني ما عندكش شخصيه، وانك مدير فني اخترت اختيارات غلط واعلنت قائمه غريبه جدا. تطلع تدافع عن نفسك؟ لا مش عارف تدافع عن نفسك ازاي، فانت عندك مشكله. برضه في جمله قالها منذ الكبير اللي هو قالها من شويه في الاعلام، قال لك ان انا مستوى محمد دراجر ومستوى لعيب زي حنبعل المجبري، احنا الاطار الوطني الاطار الفني هو اللي اشتغل معاه. لا لا، ان اللعيبه يكون مستواها في الملعب قوي لاعبين ثلاثه بس، فده معناه ان فرديات مش شغل جماعي وشغل مجموعه. فانت بتشتغل الناس برضه في كل الحوادث، جيت تشتغلها في هنا الناس ضحكت عليك، لان الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده صعب ان الناس تصدق ان انت طورت حنبعل المجبري في اسبوع، صعب جدا. انت لا عارف تحمي اللعيبه ولا عارف تحمي نفسك ولا عارف تحمي اي اختيارات انت بتختارها، فانت لما بتخرج انت بتخسر من الرصيد اللي مش موجود اساسا عندك في الشارع التونسي، فانت ما تخرجش، خليك زي ما انت. حتى لو انت عارف الكلام ده ان هم صفر ثقافه منافقين، ما تقولوش، ما تتكلمش معاهم. انما انت عايز تبرر للشعب التونسي وعايز تبرر للناس الكويره في تونس ان خياراتك مش لا، هم عارفين انك شغال بس عشان انت عندك علاقات مع وديع الجديد، وان انت السي في بتاعك لا يصلح انك تمسك منتخب تونس الاولمبي. فانت مش فاهم بصراحه الراجل ده بيتكلم انهي فئه من الشعب التونسي. لا ده كلام تنميه بشريه، كلام تنميه بشريه ما ينفعش انك تقوله كمدير فني، انت مالك ما يعمله ولا ما يعمله. هو ده دور الاعلام في الوطن العربي الجميل، ان احنا بنقعد نعمل فتنه في اي حاجه. ليه؟ لان الناس كلها بتحب الصحافه الصفراء، الناس بتحب الاخبار الفيك، بتحب مشكله مشاده، الناس بتحب كده، الناس هي اللي بتحب كده، مش المشكله في الاعلام، المشكله ان الاعلام ورث حاجه على الناس اللي بتحبها، الناس بتحب الخناقات، ادي لهم خناقات. لا لا بص، هو خاطر مدرب تونسي دي ممكن اتفق معاك، بس لو مدرب تونسي عنده اسم وعنده كارير هيخافوا انهم يعملوا معاك كده. ليه؟ لانه يكون عنده جماهيريه، انما انت عندك اسم ولا عندك كارير فهم بيخبطوا فيك، غير ان هم بيشوفوا انك فنان ما بتعملش اي شغل تكتيكي جوه الملعب، فهم بيهاجموك علشان خاطر انت ما عندكش اي حاجه تقول ان الراجل ده ينفع يكون قائد احلام منتخب تونس في كاس الامم الافريقيه. انت لا تملك اي شيء حرفيا سوى شويه علاقات. ازاي ما تنتقدش وقول اللي تحبه وفي نفس الوقت بتقول انت كداب ومنافقين؟ جانب خليج الاطار. بلاد بتاعك يا عم منذر، انت ماشي في نور الله يا سيدي، تزرزر موسيماني يا عم منذر، بلاد ايه؟ احنا هنقعد نشتغل الناس ونقول خطه لعب وبلاد ايه يا عم منذر بس؟
نوحد الله ونشيلها في قلبنا ونقول ان اللعيبه هي اللي بتخلص لك الماتشات كفرديات، انما بلا نعم منذر ما تسيبها على الله، انت بتشتغل نفسك ولا بتشتغل الناس بالظبط يا منذر؟ بصراحه كل ما بفكر ان الراجل ده صعبان عليا بحس لا ان الراجل ده يستاهل كل الاعلام التونسي بيعمل معاه بصراحه. يعني الراجل ده مش متحمل الضغوط، الراجل ده شخصيا تتحمل نقد الاعلام بصفر، شخصية كاريزماتك يعرف يقنعك باللي هو بيقوله صفر. فالراجل ده بصراحة يعني الله يكون في عون التوانسة على ان مدير فني زي منذر الكبير هيكون قائد احلام الجماهير التونسية في كأس الأمم الأفريقية، وده حاجة زي امتلاء خط دفاع في فاران وفي ماجواير، كارثة بجد والله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية، ونتمنى حاجة مهمة، أنا ذيس از ماي تشانل، لما أتكلم عن المنتخب التونسي أتكلم عليها، لما أتكلم عن الجزائر أتكلم عن المغرب، أتكلم عن منتخب مصر، أتكلم على مانشستر سيتي، أتكلم على أي حاجة، دي قناتي. لو عجبك الفيديو شاهد، ما عجبكش اتفضل ما تشاهدش، اعمل ديسلايك واعمل كومنت سلبي، اعمل اللي أنت عايزه، بس دي قناتي وأنا نازل فيها اللي أنا عايزه، وأنت من حقك تقول اللي أنت عايزه، لا أكثر ولا أقل.